السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع المشاركين او الزوار ديال القناة. بالنسبة كيف شفتوا في الفيديو السابق، فكان بدينا بسلسلة التنظيف ديال، وبدينا الأيام ما قبل العيد الأضحى إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الله. وهذا الفيديو إن شاء الله كيف شفتوا في الفيديو السابق، فراح درنا التنظيف العميق للثلاجة. وهذا الفيديو ان شاء الله فكيف غتشوفوا غنديروا كذلك تنظيف العميق للفرن والبوتاغاز، وكذلك لاهوت او لا شفاط الهواء. فغادي نوريكم كيفاش نظفوه. فانا خليته يعني حتى تسخ مزيان، عاد غادي نبدا التنظيف ديالو. كيف شفتوا غادي نحيد جميع لي اكسسوار ديالهم كاملين باش نرقدهم، من بعد غادي نكملوا. فانا كنستعمل هذا البرودوي هذا اللي هو كيزيل الدهون يعني بواحد السهوله. فمجرد رشه كتخليوه ما بين 5 ديال الثواني ولا 10 ديال الثواني وكترجعوا كتمسحوا، فكيعطي واحد لابغيونس للفرن او للبوتاغاز ديالكم، وكيحيد الدهون بصفه يعني بواحد السهوله. فكيف شفتوا فانا غادي نحيد جميع لي اكسسوار ديالهم، وغادي نبدا في بالفرن. فالفرن يعني ضروري يكون ساخن، تقدروا تسخنوه وتطفوه وتخليوه هكا ساخن شيئا ما، لان غادي يسهل عليكم بزاف بالازاله الدهون. فغادي نبدا كنرش البرودوي في الفرن كامل. وغادي نرشو كذلك من برا، كذلك غادي نرشو في البوتاغاز. وفي لاهوت كذلك. منساش البلايص اللي كتكون حدا لاهوت او حدا الفران حدا البوتاغاز اللي كتكون فيها الدهون حتى هي نرشها صافي. وغادي ندوز دابا باش نرقد لي زاكسسوار ديالهم. كي شفتوا فرانا رشيت عليهم كذلك لي برودوي، وغادي نخليهم حتى كنسالي جميع المسح ديال الفران والبوتاكاس ولاهوط. من بعد كنرجع ليهم اللي غادي ندير ليهم الماء الساخن الساخن جدا، لان متسخين بزاف. ودابا غادي نبدا كنحك في البوطه. كنستعمل هاد الشيته لانها كتسهل عليا بزاف بزاف، وكتدخل لي الاماكن اللي ما كنقدرش نوصل ليهم. صافي كنبقى كنحك عادي. ف بالنسبه للبلايص اللي ما كنوصلش ليهم كيف قلت لكم، فانا راه كنستعملها لانها كتسهل عليا بزاف. كاين انواع ديال الشيتات، يمكن لكم تستعملوا كذلك فرشاه الاسنان.
وكان نحك حتى هاد البلايص هادو. فإلا كانوا كيتحيدوا لكم من الأحسن أنكم تحيدوهم وتغسلوهم. أنا عندي ما كيتحيدوش فكنضطر أنني نغسلهم في المكان ديالهم. بالنسبه للاوساخ اللي كتكون عالقه بزاف انا كنستعمل هذيك الجيكسا او لا كنقولوا ليها المهم ديال السلك، هي اللي كنستعمل بزاف بزاف لانها كتسهل عليا. صافي من بعد دابا كندوز عليها كندوز عليها اسفنجه فيها ماء فيها الصابون ديال الاواني. وكنبدا كنمسح فيها كيف شفتوا فكيرجع ليها اللمعان وكذلك كتنقى مزيان والدهون فراه كيتحيدوا بكل سهوله كيف كتشوفوا. صافي دابا كنمسح فيها وان شاء الله نوريكم النتيجه الاخيره في الاخر. دابا نمروا للاهوط كناخذ شيتا كيف قلت لكم وكنبدا نحك هكا في بالجوانب. فبالنسبه للداخل فانا ما غاديش نوصل ليه لان صعيب عليا باش ندخل يدي لداخل لان الحواف ديالو كتكون يعني حاده. فغادي نحاول نمسح هكا من الجوانب فقط والخارج ديالو. فبنفس الطريقه كنبدا كنحك البلايص اللي ما كنوصلش لهم. فانا كنستعمل كيف قلت لكم هاد الشيتا هادي لانها كتسهل عليا بزاف. صافي ومن بعد ملي كنسالي فانا كنمسحو كذلك بمنديل كيكون فازك او لا منديل مبلل بالماء وكنبدا كنمسح وكنعاود هكا حتى كينشف ليا تماما من الصابون. وهي النتيجه كيف كتبان لكم فراه خرج كيشعل يعني تنقى مزيان وكذلك الجوانب ديالو الحيط وهذاك الخشب. فانا كذلك راني مسحته مزيان صافي. دابا غادي نمر للفرن بنفس الطريقه. فانا هنايا ما غاديش نستعمل شيتا لان الفرن عندي جديد يعني ما عنديش فيه الدهون بزاف وما غاديش نستعمل شيتا باش ما تجرحش ليا الفرن ديالي. فقط غادي نستعمل هذه الاسفنجه وغادي كيف قلت لكم الفران ضروري يكون ساخن يعني باش يسهل علينا نحيدوا الدهون بكل سهوله. فقط كندوز عليه هاد الاسفنجه هادي ومن بعد كنمسحو عادي. وبالنسبه بالنسبه لهاد البلايص هادو فكذلك كنغسلهم مزيان بهاد الاسفنجه.
وبالنسبه اللي عنده الفرن ديال الكهرباء وعنده هاد الزجاجه هذه كتحيد، فمن الاحسن يحيدها ويغسلها مزيان. فانا حيت عندي نقيه فانا خليتها. صافي، من بعد حتى هو كان مسحوق عادي بالبنديل كيكون مبلل. بالنسبه لي زاكسسوار ديال الفرن والكهرباء، الفرن والبوطاغاز ولاهوط، فغادي رشيت عليهم في الاول البرودوي، من بعد خديت واحد سوبيرا ودرت فيها الماء الساخن جدا، ودرت فيها كذلك صابون الاواني، وكذلك درت ماء ديال جافيل وبديت كنحك هكا. فكيف كتشوفوا فهادو كيكونوا متسخين بزاف بزاف بالدهون، فمن الاحسن انكم تستعملوا ليهم الماء الساخن جدا. وكتبداو تاخذوا كيف قلت لكم الشيته وكتبداو تتحكوا عادي، وغادي تلاحظوا كذلك الفرق اللي هو باين. فبكل سهوله حيت الدهون ديالها كامله. صافي، وكشفتوا النتيجة النهائية من بعد ما رجعت الفرن وكل شيء، فهي هي النتيجة النهائية. فخرج لي كل شيء نقي ولامع، وكان غنستقبل ان شاء الله العيد الكبير بالنقاء وريحة النقاوة في الدار. كيف كتشوفوا فراه كل شيء نقي. كذلك الفرن. فبالنسبه لهذه الطريقه هذه اللي كنستعمل، فانا كنستعملها مره في الاسبوع دائما، كل اسبوع كنخصص يوم وكندير فيه تنظيف عميق لهاد الثلاثه ديال المواد اللي كنستعمل دائما. ودابا ما عليا غنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه اللي غادي نشوفوا فيها التعقيم ديال الكونجيلاتور اللي كنديروا فيها اللحم ديالنا، وغادي نشوفوا كذلك غسل ديال الشرجم، وكذلك غادي نشوفوا الغسل ديال كيفاش كنغسل البلاكار، كيفاش كنخليه لامع. ما عليا دابا غير نقول لكم الى اللقاء، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويضغط على الجرس باش يوصلوا دائما الجديد ديالي. واللي عجبو الفيديو يعمل جيم، واي اقتراح او اي سؤال فما عليكم غير تكتبوه ليا في كومونتير وتخليه ليا، فانا راهن اشاره ان شاء الله نجاوبكم على جميع التساؤلات او لجميع الاستشاره جميع الطلبات ديالكم. ودابا ما عليا غنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله.